بو كونتر تصريح ديال محمد حمائي المغني المصري اللي قال لك سيدي ما يجوش بنته. سمحوا لي وتسمح لي بنتي وتسمح لي كل شيء ما يجوش بنته. بنته شحال عندها من عام؟ بقى صغيره بنته سنين بس شويه. تقدر ما تكونش لا تقدر ما تكون صغيره. طونسيون المصريين كيتزوجوا صغار وكيولدوا دغيا. دغيا المصريين لا بقى صغيره حيت شفت لي فوتو معها بقى صغيره. داكوغ حيت المصريين كتصدم كتلقى ممثله كتبان عندها 24 عام كتقول لك ولدي عنده 30 عام. واخا بغيتي ولا كرهتي غتزوج غتزوج بنتك الا هي بغات تزوج بها. كلير غتزوج غتزوج ما تقدرش تقول لها لا بنتك جايه فرحانه و هادشي لا تشاورت معاك. هادشي لا تشاورت معاك. حيت عرفت لا جات عندك تقول لك بابا واش بغيتي نتزوج باسكو سيتي لوكا ديال نور بنت عمرو دياب مع شيرين رضا. بنتهم كتقرا في لندن وخطبها شي واحد في لندن وغتزوج به في لندن وسولات استضفتها شيرين استضفتها بسمة وهبة في برنامج العرافة وقالت لها بنتي قالت لها جينيراسيون بنتي ما غنقولش ليها بمن خاصك تجوجي واش غتجوجي واش خطبتي واش غتخطبي. قالت لها نو قالت لها بنتي بنتي كتقرا قالت لها بلاد وحده اخرى وعايشه حياه وحده اخرى وحنا اوني دي بارون ديفورسي وبنتي عايشه حياتها تزوجت بالولد هي اللي عارفه من غتزوج وداك الامر كيخصها واش غديروا عرس. قالت لها القرار كيرجع لكوبل بنتي وخطيبها واش غيديروا عرس ولا ما غيديروش عرس. جو تخوف سا تخي لوجيك لان انفون صافي الانسان اللي كيخسر حياته كيخسر معاه من غيكمل حياته ما غاديش انت تقول لها لا هذا مشى زمان دي دي فوفو سي فيني عطيك الابوا سي فيني تو سا. اسمح لي قطعتك. ديما الاب عنده الفكره مع بنته ديما عنده الفكره ديال بنته ديال تحت ما غيقيس ليها تحت ما الأب. هذه عاطفة الأب وشبونس والعاطفة الأم كتكون العكس. حيت كيقول لك كاين مثل عربي تيقول لك حيت كتكون العلاقة عيط اللوم عليا ما بين الأم فوالا ما بين الأم ما بين البنت والأب كيقول لك كل فتاة بأبيها مغرمة مغرمة أولا معجبة إعجاب في تلك دونك دابا نورمال شنو قال جبونس ما قالهاش بصح أنه ما غاديش يجوز من قالها على بهذه الطريقة ديال بنتي ديالي أنا وباقا صغيرة وأنا باغي ما كيتخيلهاش أن كاين أمير ولا حلم ديالها غادي فوالا مع انا جو بريفير اب يقول هذا الشيء ولا اب ما يتسوقش. سيتي لو كا ديال عمرو دياب. عمرو دياب ما مسوقش لبنته. عمرو دياب سي كيلكان كيون تخي كروند كارير عنده الاموال طائله ما كيعاون بنته ما كيخلص لها لي زيتود ما كيعطيها. دايوغ ملي سولو الطليقه ديالو كانوا اجوبتها محدودين جدا فوالا منهم عاد يعني جو بريفير على بغى عمرو دياب. لا زعما بورتو دي زعما بالنسبه للناس اللي معروفين يعني هاد لي كاس ليكستريم اونتر واحد ما باغيش يجوجها وبين واحد ما كيسولش كاع عليها دونك حماقي اونتر كان الله يخلي لهم وليداتهم. انتم الله يفرحكم بوليداتكم. امين امين.